حاضر يا بتخبط ايه شقه هتطير. اتفضل يا باشا. تعالى اقف هنا. الاكل ده سخن مولع يا باشا. ايه ما تتحركش من هنا عشان يمكن اجوع تاني. حاضر يا باشا. يلا اخد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملت حسابي يا حسين. طبعا لا كمان. وبعدين انت مش كنت نايمه؟ ما انا بصراحه صحيت من كتر الجوع، واول ما سمعت جرس الدليفري قلت اكيد طلبت لنا اكل يا سونا. لا يا كاميليا، انا طلبت ليا لوحدي. انت نايمه وضربه طبق الرنجه كله. ما انت ضربته معايا يا سونا. حطيش ايدك على الاكل بتاعي. الباب بيخبط، اعملي مفاجاه وطالب لي واحد تاني. ثانيه واحده، شكله الواد بتاع الدليفري. حاضر يا رب. ما كنتش انا اخلص الاكل بالسرعه دي يا حبيبي. انت فين؟ ايه ده؟ ايه ده يا حسين؟ انت شايفه ايه ده كاميليا؟ شايفه جواب. طب لما هو جواب بتسالي ليه؟ ولا هو رغي وخلاص؟ انا قلت يمكن متهيألي. ده شكله وريحته جواب غرامي. انا كنت حاسه من زمان انك بتخوني يا حسين. انا اخونك؟ بعدين يوم ما اجي اخونك اخونك مع واحده بتبعت جواب غرامي على البيت؟ ايه جو الابيض واسود ده؟ دلوقتي الدنيا اتطورت. لو هخونك هخونك على الواتساب، على فيسبوك، على تويتر. شفت؟ يبقى انت يا حسين بتخوني على الواتساب والفيسبوك وتويتر. اتهدى يا كاميليا على المسح، وسيبيني اكل البيتزا قبل ما تبرد، عشان لو بردت هفرغ طبنجتي في نافوخك. مش هتاكل يا حسين غير لما تفتح الجواب. يبقى هيحصل مشكله ما بيننا يا كاميليا، لان الجواب ده لو طلع جواب غرامي فعلا من واحده معجبه ببطولاتي هتبقى ليلتنا سودة. ماشي يا عم قاسم الساهر، انا اللي هقرا الجواب. هقرا الجواب يا حسين. اقري يا كمالي واكتشف كل اللي فيه يا حسين. اقري، انا ما بعملش حاجه من وراكي. ايه في ايه؟ شفايف في اول كلمه ولا ايه؟ احذر يا حسين. واعلم انك كما تدين تدان، فان الحياه يوم لك ويوم عليك، وقد جاء اليوم لتنقلب الكفة وتصبح أنت الخائف وليس أمامك مفر منا إلا أن تحبس نفسك مرعوبا وخائفا يا حسين، حتى تأتي اللحظة الحاسمة يا حسين وننتقم ونأخذ بثأرنا منك يا حسين. مع تمنياتنا القلبية بقضاء أيام مليئة بالخوف والرعب، إمضاء جماعة الرعب والتهديد يا حسين. يا نهار أسود يا ليلة مهببة، يعني أنا يوم ما يجيلي جواب غرامي يجيلي جواب غرامي من داعش؟ هي فعلا ليله مهببه اهو طلع جواب غرامي. يا ولادي ما بتفهميش؟ ما بتعرفيش تقري؟ مكتوب عندك في الجواب دول بيهددوني. ايوه يا حبيبي عارفه، بتهددك قصدك، وماضيانا كان ايه؟ جماعه الرعب والتهديد. كماليا انت عارفه يعني ايه جماعه الرعب والتهديد؟ يعني جماعتك يا حسين، يعني انت متجوز عليا يا حسين. يا نهار اسود، ده في بتنجان هنا يا كماليا، دول هيقتلوني. يا ناس نحن هنا. ياه علي اتأخر قوي كده ليه النهارده؟ معلش، اصل هو عنده شغل كتير في الجورنان اليومين دول. اصل انا كنت عايزاه يوصلني لغايه شقتي فوق، اصلي بخاف اطلع السلم لوحدي. هو هيوصلك الحج ده، انت سلمتين وهتكوني في شقتك. ولد عيب يا سولي عيب، ده بدل ما تقول لها بات معايا. ايه بابا، ايه تبات معايا دي؟ نوها مش نيها، الولاد قاعدين. ما هو العيب مش عليهم، العيب على مامتهم اللي ابتدت التريقه الاول. وانا نطقت لسه؟ ما هو حضرتك وجده بقالك كتير قوي قاعدين هنا، ما بتعملوش اي حاجه غير انك انتوا بتتبصبصوا لبعض. شو اللي بيه؟ ايوه بصراحه احنا حاسين ان احنا قاعدين طراطير. ايه يا بنت ده؟ ايه طراطير وتبصبصوا؟ ايه الالفاظ دي؟ لسه توك ما انت واخده بالك؟
اتفضلي اتفضلي قولي لهم بقى. حاضر، ما انا هقول اهو. ايه الالفاظ دي؟ ها؟ دي تربيتي برضو؟ انا ما عرفتش اربي. اسمها بتظبطوا بعض؟ بتسقموا على بعض؟ يا ريتك ما نطقتي. وبعدين انتوا ايه اللي مقعدكوا اصلا؟ اتفضلوا ادخلوا ناموا. ادخل ازاي واسيبهم هما في مرحلة المراهقة المتأخرة دي؟ ولد عيب كده. مامي هما مش هيمشوا بقى، احنا عايزين ننام. وانا كمان قصدي عيب كده يا مي. ماشي ماشي، انا هطلع بيتي قبل ما اولادك يطردوني. ليه يا حبيبتي؟ وانا رحت فين يعني؟ نعم لا قصدي انا موجوده يعني، ما اسمح لهمش بكده ابدا. ماشي تصبحوا على خير. لا لا استني يا ست السياده، انا جاي معاكي. ولد ماما في ايه يا انجي؟ في ايه اللي في ايه؟ انت رايح فين؟ طالع معاها اوصلها عشان في قط ذكر كل ما يشوفها يعاكسها وهي طالعه في الاسانسير. وانت عرفت منين بقى انه ذكر؟ ما هو كل ما يشوفها يعاكسها وينونو عليها ويفضل يقول لها نيو نيو دو دو. سيبيهم يمشوا بقى يا مامي، احنا عايزين ننام. ايوه مامي، لحسن هما ايقاعهم ستيناتي بطيء. ولد ماشي يا سولي، ماشي انت ومي، حسابكم معايا بعدين. طب يلا بينا بقى، اصلا هتحاسبهم. اه يلا اتفضلي يا ست سيادة. مع السلامة. الله يسلمك على مهلكم. وبعدين بقى يا سوسو، الله احنا هنفضل لحد امتى كاتمين حبنا؟ مش عارفة يا حوحو. حوحو الله الله على حوحو دي، طالعة من بقك كأني واكلة أرض فلفل حراق. حوحو قرن فلفل لما يبقى يلهلب صدرك، ايه الفلفل ده اللي انت عايز تاكله لي؟ لا 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 انا ما اقصدش يا حبيبتي، انا بس يعني بعبر لك عن فرحتي ان انت بتدلعيني. ما تكسفنيش بقى يا حوح. يا الله حوح. طب ممكن تديني ايديكي؟ لا اكسف. تكسفي ايه؟ انت فهماني غلط، انا مش عايزه عشان حاجه كده ولا كده، انا بس عايزه عشان اخد بقى صبايك عشان لما انزل اشتري دبله الخطوبه. الله الله، بس انت ايدك كبيره قوي، ده كده الدبله هتتكلف. يا بخيل. مش بخيل ولا حاجة، أنا مهما جبت لك حاجات عمرها. ها أفشتكم أفشتكم يا فجرين. لا لا لا، من فضلك يا دكتور ما تفهمناش غلط. غلطي، أنا باصص من العين السحرية وشايفكم وشايفكم أنت عمال ده، أنت فاضلكم خمس دقايق وتلعبوا عريس وعروسة. لا يا دكتور من فضلك، إحنا ناس أكبر من كده بكتير، كبرنا على الحاجات دي. أيوة بس أنا لسه ما كبرتش، يعني ممكن أنا ألعب معاها؟ من فضلك يا دكتور عيب كده، وطي صوتك. وطي صوتي؟ انا لازم اقول لعلي. تقول لعلي؟ طب ماشي بقى، انا برضو هقول للمدام ان انت كنت بتعاكس مرات مغاوري البواب. انا اللي هي السودا الجرمانه دي؟ هقول كده وهتبلع عليك وهكذب وهقول كل حاجه، وحليني بقى لما تثبت انت العكس. وب 10 جنيه بس، 10 جنيه اخلي مغاوري البواب يشهد عليك. 10 جنيه؟ طيب خلاص انا ديها وتكملوا لعبه براحتكم. حبيبي يا سمره. تعالي يا حاجه.